الثالث هو ديال النقل الحضاري، وهذا صحيح هذا مشكل حقيقي. ما تزوميش مزيان مازال عندنا نوصل في غير النقل الحضاري دابا هادو الركاب نسمع هذا هو يزوم عليا السلعة توتر راه كيما انت راني تنحضر راسي مزيان لا لا حاضر والله حاضر والله هذا الملف ديال سيتي بيش اخر الاخبار اللي نعطيكم عندنا نهار 25/26 اجتماع المستوى المركزي بحضور جميع الاطراف والشركه رحنا تنقلبوا على الحلول اللي هي باش نخرجوا من هذا المأزق اللي احنا فيه جميعا مأزق فيه المواطن فيه الجماعة باعتبار أنها خاصة توفر واحد الخدمة ومسؤولة عليها وفيه الشركة كذلك لأن حتى هي عندها صورة ينبغي أن تحافظ عليها راه كلنا في كاملين احنا في نفس السفينة دابا تناقشنا معاهم تفاوضنا معاهم على واحد التعديل الملحق ديال التعديل لأن باش نجيكم حتى يا الإخوان ما تنبغيش نشكي بالعضو ولكن هذاك العقد قال لي من الخيمة خرجوش باش نتفاهموا هيش لأن ملي تجي دير واحد العقد ديال التدبير المفوض وتتبني على واحد الربحية اللي هي غير معقولة والجماعة تعتمد تلك الربحية واحد طول رونتابيليتي انترن ديال المشروع وتبني عليه واحد الاستثمار معين وتبني عليه واحد الحجم ديال النقل معين الى اخره الى اخره الى اخره تيخرج داك الشيء فحنا دابا الشغل اللي تنديرو مع الشركه واللي هو في اطار القانون لان العقد في احد فصوله تيسمح بانه الاطراف يجلسوا ويتفاوضوا من جديد من اجل التجاوز ديال الوضع اللي هو تيكون مطروح دابا حنا في وضعين الشركه تقول انا عندي عجز وحنا تنقول لها يعني ماشي حنا ماشي عندنا العجز عندنا عجز في الخدمه وعندنا عجز في الجوده ديال الخدمه درنا عده اجتماعات لا تنتهي دابا عندنا نهار 25/26 جالسين باش نشوفوا شنو هو الحجم ديال الاسطول اللي هو لا بد ان يكون شنو هو الحجم ديال الاستثمار الذي لا بد ان يكون ونشوفوا هذه بحال واحد المحطه اخيره ديال التفاوض باش هذا المرفق حتى هو يشهد واحد التحسن فهذا هو اخر المستجدات ديال هذا الملف اللي هو تقريبا من اللي بدينا وحنا طلع هبط فيه